بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق، وهي أحد العينات المتحجرة مثل ما تلاحظون. هذه أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري مثل ما تلاحظون، عبارة عن أسنان سن واحد من أسنان سمكة كبيرة جداً ترجع إلى فصيلة من فصائل أسماك القرش اسمها ميجلدون. طبعا هذه الفصيلة عبارة عن فصيلة كبيرة جدا، قد تصل حجمها بحجم الحيتان أو أصغر من الحيتان بنسب بسيطة جدا. طبعا أسنانها كبيرة جدا مثل ما تلاحظون، هذا السن واحد فقط مثل ما تلاحظون، كبير جدا، وقد يصل حجمه إلى أكبر من هذا السن بأضعاف مضاعفة. وطبعا كلنا نعرف أن سن المخلوق الحي يرجع إلى عمره تقريبا، ومثل ما تلاحظون يوجد تدرج سني مثل السكين هنا مثل ما تلاحظون. طبعا العينة متحجرة، عمرها لا يقل عن 100 مليون سنة من العصر الطباشيري، أو تقريبا قبل نهاية العصر الطباشيري قبل 60 مليون سنة. مثل ما تلاحظون أن العينة متحجرة، حصل استبدال بين خلايا السن بذرات المعادن، تم حفظ يعني شكلها بشكل كامل مثل ما تلاحظون. ممكن يسبب أضرار كبيرة جدا عندما يهاجم أي نوع من أنواع المخلوقات الحية. طبعا هذه الفصيلة عبارة عن فصيلة من الأسماك القرش متوحشة جدا، وعادة هذا يعني هذا المخلوق يكون عنيف جدا في الهجوم، ممكن يقطع أي شيء متواجد أمامه، وحجمه تقريبا يصل بحجم سفينة. وأيضا يقول مجموعة كبيرة من العلماء أن حتى الآن ميجلدون لم ينقرض، توجد فصائل كبيرة جدا موجودة في البحر، في أعماق البحر. وأيضا مجموعة كبيرة من العلماء قالوا أن هذه الفصيلة انقرضت، لكنها للحين غير متأكدين كونها آخر فترة من تقريبا 2017 شافوا فصيلة كبيرة جدا من أسماك القرش تصل حجمها إلى حجم تقريبا أكبر من السفينة الضخمة. وأنا أنصح مجموعة من العلماء أنها تدرس أسنان المخلوقات المتحجرة القديمة لمعرفة هل هي انقرضت، ودراستها يعني بدراسة كبيرة جدا. وإن شاء الله راح نعرض لكم أيضا أسنان أخرى غير هذا السن، ونعرض لكم أنواع من الأسنان الجديدة لهذا الحيوان، كونها يعني عندي كذا عينة إن شاء الله راح نعرضها في المستقبل. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله أنكم استفدتم من هذا الموضوع. وصراحة أنا استفدت جدا من دراسة علم الحفريات، كونه يعني موضوع موسع وكبير جدا ومهم جدا في يعني للباحث الأحيائي مثلا، ممكن يستفيد منه في تطوير ذاته وتطوير معرفته في المخلوقات القديمة. طبعا مثل ما تلاحظون هنا ممكن نقول إنها جزء من اللثة أو الممسك في الفك، والجزء والقائمة يعني المنطقة العلوية ممكن تكون جزء من السن. وطبعا هو مكسور مثل ما تلاحظون،
مكسور هو المفروض يكتمل حجمه كبير جدا أكبر من هذا السن، يعني ممكن نقول إن هذا السن نصف سن ميقلدون. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليب، وإن شاء الله راح نعرض لكم عينات كثيرة جدا في مختبر درستها في السابق.